هاي أنا نجود الجابري من شيف أون ذا بلوك. اليوم حنكتشف نكهات تركية بطريقة جديدة، فحنعمل الكفتة الأصلية تبعتهم بالخضرة وحنغلفها بالباف بيستري من سويس. تعال نجربها مع بعض. كثير بحب أفاجئ صحباتي وعيلتي بأفكار جديدة أو طرق جديدة لأقدم طبق هم متعودين عليه، فحبيت إنه بهالطبق إني أجمع كل نكهات الطبق بلقمة واحدة. كتير سهلة، يعني شايفين دايماً بيضيفوها مع البتنجان ومع الطماطم. فبس عم بغلفها بطريقة لذيذة كل النكهة، شايفين ما عم بياخد وقت أبداً. هلأ بس عم نحط عليها شوية بيض لتاخد لون، وبدنا نحطها بالفرن لمدة 20 دقيقة بدرجة حرارة 200. فبدل ما يتغلبوا بكل الصحون بيقدروا ياكلوها بلقمة واحدة. شايفين شو سهل هالطبق؟ تقدروا تقدموه مع صلصة الطماطم إذا بتحبوا. صحتين وعافية.